لا، الضغوط النفسية وارتفاع معدلات القلق والاكتئاب لدى الأهل بسبب الأوضاع، فما التأثير على الأطفال وما هي خطوات وأساليب التعامل مع الأطفال وكيف بنقدر نبعدهم عن المشاكل اليومية اللي عم نمرق فيها؟ لنحكي أكثر عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر معنا الدكتورة خيرية أحمد، أخصائية تعلم نفس تربوي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير دكتورة وأهلا وسهلا فيكي. يعني بالبداية أوضاع كتير صعبة عم تمرق على كل الناس، كبار وصغار، ضغوطات نفسية، حالة اقتصادية كتير صعبة على كل العالم، ولكن خلينا بالبداية نتعرف على أثر الضغط النفسي على الإنسان، على الأم، على الأب، وعلى العيلة بشكل عام. قد يمكن بيولد قصص سلبية أكثر. تمام. هلا هو أثره كثير على مثل ما تفضلتي على كل أنحاء الأسرة، على كل أفراد الأسرة، لأنه هو الفرد هو عم بيحاول دائما هو يسعى بين يوازن بين المطالب اللي هي عم تكون موجودة وبين ردة استجابته اللي هي لازم يستجيب لها. بس للأسف أحيانا في بيكون قوة خارجية خارجة عن إرادته ما عم بيقدر يوازن بين هاي المطالب، فهون بتكون مشكلة أكثر اللي هو بيهول فيه وبيعطيه أثر أكبر اللي هو الإدراك العقلي الخاطئ. يعني أنا اليوم مدرك المشكلة، أوكي تمام، شايفها من كل جوانبها، ما عم بقدر، في بعض الأمور هي خارجة عن سيطرتي، خارجة عن إرادتي، ما عم بقدر أنا لبيها، بس هون أنا كمان عم هول هذا الموضوع تجاه ذاتي، تجاه نفسيتي. يعني أنا عم باخذ الأفكار السلبية فقط، ما عم حاول أتخلص من الأفكار السلبية، ما عم حاول أخذ مساحة الأمان اللي أنا لازم أكون موجود فيها. مثل ما كنا عم نحكي تحت الأول الستريس، هذا التوتر دائما، الحالة المشحونة تبع التوتر والضغط اللي أنا عم ولدها، يعني هي المحيط عم يعطيني إياها وأنا عم ولدها. يعني أنا بكون عم واكب بدل ما واكب الأشياء اللي بتعطيني بعض من الطاقة الإيجابية، لا أنا عم بتجه أكثر للأفكار السلبية والطاقة السلبية اللي هي موجودة بالمحيط من بعض الأشخاص السلبيين. طبعا أكيد ضغوط نفسية كتير كبيرة عم عايشها أغلب الأشخاص والناس بقلب بيوتهم، كتير عم بيقضوا دائما أحاديث مثل ما حكينا سلبية، أشخاص سلبيين، ولكن بالرغم من هاي الظروف الصعبة اللي الكل عم بيمرق فيها، في عنا أطفال بالعائلة وهذا الشيء أكيد عم بيأثر عليهم، عم بيأثر كمان على نفسيتهم. خلينا نحكي أنه كيف بنقدر نحن يعني نخفف حدة التوتر عنا بالبيت، كرمال مو إذا مو كرمال حالنا أكيد كرمال أطفالنا. تمام. هلا اللي قلتيه كثير مهم، لانه نحن كمان كنا عم نقول على فشة الخلق، انه للاسف هلا اغلب الاهالي ما خارج عن ارادته السيطره، فما عم بيلاقي غير هالطفل اللي قدامه، اللي انا عم بفرغ كل شحناتي السلبيه تجاه هذا الطفل او تجاه الزوجه، او بالعكس بتكون الامور، فبتولد المشاحنات كثير، بيصير الطفل دائما هو اي شيء انا بدي اعلي صوتي، بدي اغضب، فهو مصب الغضب، مصب كل شيء، ردود فعل سلبيه هي عم تقع على عاتقه، بتناسين وهن ما مدركين انه هذا الطفل هو فعلا عم بيعيش معك الاجواء. يعني هلا دائما الشخص الراشد والناضج بينظر للاشياء يمكن من منظور متكامل، من وجهه نظر كثير مجالات، اما الطفل بينظر له من وجهه نظره هو، يعني انا بدي اللعبه، فهو كل تفكيره متجه تجاه هذا الموضوع، تجاه اللعبه، بس الاب ما بيتجه اكيد لهذا الفكره، بيتجه بكثير مجالات، بكثير محاور. هو هلا اذا جاب له اياها يمكن راح ينحرموا ياكلوا فتره من الوقت، في 100 قصه يمكن. تماما. فنحن كثير مهم الاهالي انه يكونوا مثل ما كنت عم بقول على الادراك العقلي السليم، التخلص نوعا ما من الافكار السلبيه. يعني هنا كثير مهم انه انا هلا ادرك كثير منيح انه اطفالي هن بمرحله عمريه، يعني مثل ما انا عشت مراحل عمريه متعدده، مرحله الطفوله، مرحله المراهقه، الرشد، النضج، يعني هدول المراحل كلها اللي انا مريت فيها كمان طفلي حقه يمر فيها، الظروف عم تقسى شوي عليه، طبعا هذا الشيء خارج عن ارادتنا وكلياتنا لازم يعني نكون نتكيف مع وضعنا اللي نحن موجودين فيه، بس بنفس الوقت انا راعي مرحلته العمريه، يعني لازم انا اعطيه بعض الحقوق اللي هو لازم يعيشها بابسط الاجراءات، بابسط الامكانات اللي هي موجوده عندي، مع الاعتماد، مع انه انا اعلمه كيف انه هو يعتمد على ذاته، اعلمه انه المسؤوليه الاجتماعيه ومسؤوليه يتحمل مسؤوليه، انه مو انت كل الوقت عايش برخاء، لا. تمام. انت في ظروف رح تكون عندك انه انت ما انك قادر تامن كل شيء، وما ضروري يجيب له الشيء اللي هو دائما بباله اللي بيكون كثير فيه مثلا امكانات ماديه عاليه، لا، استعير عنا بشيء بديل مع المناقشه. دكتوره بهالظروف الاستثنائيه اللي كلياتنا عم نمر فيها، السيدات السوريات شو عم بيقدروا يعملوا لاولادهم؟ يعني حتى عم بيقدروا يصنعوا شغلات الموجوده بالبيت، مثلا عم بيقدروا يعملوا لهم بليدو، عم يصنعوه هن واطفالهم. تماما. عم بيقدروا يخترعوا مثلا اطفال، عم بيخترعوا العاب بشكل صحيح. بشكل كثير جميل يعني مع اطفالهم، قد ايه حلوه هي المشاعر اللي عم بيعطوها الاهل للاطفال، وقد ايش حلو انه هذا الشيء انه يقدروا يفصلوا مشاعرهم السلبيه ويعطوا طاقه حلوه وايجابيه لاطفالهم. تمام. ويتشاركوا بالصنع سوا. تمام صحيح.
هلا انا دائما بقول مقوله لإلي لحالي، بقوي حالي فيها، وبقول لزملائي اللي هنا بيكون عندهم شوي ضغط اجتماعي وضغط مهني وضغط اقتصادي وضغوطات كثيره بالحياه، فبقول لهم انه خلي دائما بيتنا هو يكون ملجا الامان والراحه لإلي. يعني انا ما بصدق اوصل على البيت لحتى خلص دغري اقعد، بس لحتى احس حالي انا وصلت لبر الامان، وصلت للراحه. يعني لازم دائما الانسان يحاول يفصل، انه ما يخلي الافكار السلبيه والضغوطات اللي هي موجوده عم يضل يفكر فيها عم يضل يفكر فيها. دائما التفكير بالمشكله هو بيولد مشكله اكثر، فبيخليك دائما انت بجو مانو صحيح، مانو مناسب. حتى نحب المعلومات، وقت بنتذكرها بنصر عليها بتروح المعلومه، ما بقى بنتذكرها. فما بالنا اذا نحن عم نشحن حالنا دائما بالاشياء اللي هي كلها توتر وقلق. فكتير مهم انه انا اليوم الام اللي هي عندها نضج وواعي، لا تعرف تستثمر الاشياء الموجوده ببيتها، الاشياء المواد الاوليه اللي هي اعاده التدوير. كثير امهات يعني كانت بمراكز مجتمعيه تجي على المراكز تقول انا بدي اعمل دورات اعاده تدوير. طبعا الهدف منها هو هذا، هو الاستثمار احيانا، انه انا الشيء اللي هو موجود ببيتي استثمره بشيء احسن ما اروح اشتري قطعه ثانيه. لا، انا من الشيء الموجود عندي والمستلزمات الموجوده بالبيت بقدر صنع شيء. فالالعاب اللي كانت عم تصنع للاطفال كثير حلوه، وحتى بظل جائحه كورونا تمام، بظل الوضع اللي نحن العطله اللي عطلناها، كان كثير امهات فيهم يعني كان في درايه ووعي بهذا الموضوع بنسبه منيحه. كان دائما عم يتجهوا انه نحن نشوف الانشطه اللي كانت عم تنطلق من بعض الصفحات الفيسبوك اللي هي بتعنا بالانشطه التربويه، فكانت عم تتنفس من خلال البيت. كانت مثل ما تفضلتي عم تعمل اشياء من مستلزمات البيت عم تعطيهم لاولادها بعض الاساليب. كان في دائما بنروح تنميه مواهب، يعني رسم، كان موسيقى ضمن البيت. طبعا هذا شيء مو بشكل عام، يعني اكيد في فروق فرديه بين الاهالي، بين اساليب التنشئه الاجتماعيه. في اهالي كثير بيهتموا، في اهالي ما بيهتموا، في اهالي يعني حسب الدور او الاسلوب اللي هن عم يقوموا فيه. دكتوره خلينا نحكي بنقطه كثير مهمه، يعني في بالبيت بيتواجد بعض الاحيان اكثر من طفل بالحظر بالكورونا، صاروا الكل يقعدوا بالبيت، صار في مشاكل، زادت المشاكل، الضغط الاقتصادي بنرجع بنقول، والوضع الصعب كمان كثير عم ياثر على العياط، الصريخ بين الاهالي، عدم التفاهم، عم يشوف الاولاد عم يتأتقوا، عم يشوف الاولاد عم ينسوا، عم يصير في ردات فعل عند الاولاد نتيجه كلنا بنعرف نتيجه هذا الضغط هو من قبل الأهل كمان. خلينا نحكي عن المضاعفات يلي بتصيب الأولاد وإهمالها قديه بيؤدي لبعدين إنه هي تزيد هاي الحالة. تمام، ليا حكيتي شيء كتير مهم يلي هو نحن بنقول يلا كلاتنا مضغوطين، دائما على لساننا هي الكلمه انه انا مضغوط ما حدا يحكيني، فانه دائما هي الكلمه على لساننا. فهو فعلا هلا كلمه ضغط فعلا موجوده وكلاتنا عم نعانيها، بس مدى اثرها وقد ايه هي كم الضغط الهائل. يعني هلا احيانا الواحد تمر عليه فتره، هي تعريفها حاله، يعني هي فتره انت بتكوني موجوده عندك هي الحاله، بس مع تكرارها بصير دائما في عندك اثار سلبيه للطفل موجوده بشخصيته. في عندك تبول لا ارادي، تاخر دراسي، مثل ما تفضلتي التأتأة اللي حكيتي عنها، مشاكل سلوكيه ونفسيه عديده بتمر فيها الطفل، غضب، عدوان، كثير من المشاكل اللي هو بيمر فيها. هلا انا دوري كاهل كيف انا بدي اتجه لهذا الموضوع؟ اول شيء لازم اكون مدركه للمشكله. يعني انا اليوم وقت عم ضل عصب بالبيت، عم ضل عم عيط، هلا بتلاحظي احيانا اولاد بيقول لها حاج تعيط علي، بيقول لها لامه حاج تعيطي علي، كثير بنسمعها يعني لا تضلي تعيطي علي. بعدين هو بصير بيعيط مثله تماما، هلا ردات الفعل نفسها بيكون نفس امه بدل قولا واحدا، هو تقليد وتقمص. يعني اذا كان خصوصا اذا كان بالمرحله الاولى، يعني هو عم بيقلدك، هو كل شيء سلوكيات انت عم تعمليها انت عم تعطيه العادات السلوكيه. بنيجي بنقول احيانا الام ما بعرف لمين طالع عصبي، لا اكيد ما بعرف لمين طالع عصبي، لانه اكيد مو للجيران اكيد تماما بتقول لك ما بعرف، ما عندنا حدا بالعائله عصبي، ابني طالع عصبي. هو الجينات اكيد تلعب دور، كمان العوامل المكتسبه اللي انا عم عايشها باجواء البيت فهي كمان بتلعب دور كثير كبير انه يتقمص هي العادات. كثير مهم نحن يعني ننتبه على اي تفصيل نحن عم نمارسه او عم نتبعه قدام ابنائنا. ليش انا ما احاول دائما استعيد الشيء البديل؟ بس هي ما بتكلفك شيء، يعني لا بقول الاشخاص الكلام سهل، هو سهل صح الكلام، بس كمان انه انا بتكلفني القصه هي تفكير بالمشكله بسيط وليس معقد انه اضل عم فكر فيها، اتخاذ قرار مناسب لهذا الموضوع، انه انا بدل ما اكرس العادات السلوكيه الخاطئه تعصيب والعياط، لا انا بحاول بدي اعلمه لابني عادات سلوكيه جيده، لانه بالنهايه انت شو ما عم تعطي لطفلك فبالنهايه انت عم هذا الشيء عم ينتج بس يكبر، عم تعطيه شخصيه متوازنه، شخصيه انت قادر تعتمدي عليه بس ليكبر. فانا هون ما بقى بضل المسؤوليه دائما انه شو عمل وشو سوى، لا كل ما انت ربيتي عادات سلوكيه واساليب تنشئه اسريه واجتماعيه صحيحه فانت ضمنتي المستقبل الجيد للطفل. طيب ويلي بفوت بعادات سيئه نتيجه الضغوطات هي لفتره
قد ايه مهم انه نحن نهتم فيها، واذا ما اهتمينا فيها شو رح يصير ولوين لازم نلجا؟ لانه عم نشوف اغلب الاطباء او المرشدين عم يروحوا للمهدئات الدوائيه للاولاد انه بعدهم صغار على هذا الشيء. تمام، كيف فينا نبهتيني على شيء لازم اقوله كمان، نحن الكبار قبل ما نحكي على الصغار كيف بدنا نهدي من حالنا؟ اول شيء مثل ما قلت هي ضروري لازم اذكرها، لانه نحن كلنا نقول انه انا ضل مضغوط مضغوط شو بدي اعمل شو بدي اعمل. اول شيء بعد على المنبهات اللي انا عم بتناولها، طب انا مضغوط وعم بشرب منبه، ما انا شو عم بعمل؟ عم خرب الدنيا اكثر، عم خلي دائما جسمي ما انه بحاله صحيه. تمام، الشيء الثاني دائما حاول اتجه للتفكير الايجابي، يعني اوكي ظروف، يعني فانا شو بدي اعمل؟ انا بدي اتكيف مع الظرف، بدي احاول قدر الامكان اتكيف معه. صعب وكلياتنا ما بننكر هذا الموضوع، بس انا بدي اتكيف، انا بمرحله على كل الناس تماما يعني بدي اتكيف مع المرحله حانا. شو بستسلم وبقعد؟ يعني اكيد لا، اكيد لازم انه واجه نوعا ما مع الادراك انه انا صح في ظروف صعبه. في عالم بتوقف لمرحله ما فيها تواجه، يعني هي بتوصل لمرحله كآبه فظيعه وممكن توصل لدرجه الانتحار من الظروف المعيشيه الصعبه اللي عم تعيشها. كيف انت ممكن تنصحيها لتقدر تطلع يعني من هالكآبه، يقدر الشخص يطالع حاله من هاي القصص؟ تمام، خليني دائما انا باي موقف عصبيه مثل ما بيقولوا بالعامية عد للعشرة، يعني مو عد للعشرة تجاه ردة فعلي تجاه الشخص الآخر لحتى ما أعصب على الشخص الآخر أو ما حتى أضربه، تجاه ذاتي أول شيء، لأنه أنا كل ما اتجهت لحالي كنت سليم سليم يعني نفسيا، فأنا بقدر أتعامل مع الأشخاص الآخرين. من ذاتنا نبلش، يعني أنا وقت أعصب أعطي لحالي ستريس، ما أعطي قرارات مباشرة باتخاذ القرار بالتعصيب، لا هدي شوي اتروى احكي مع حالي حديث الذات انه انا اوكي معصب. فانا هي صعبه شوي هذا الموضوع كتير، بس صعب بس تدريب. كمان مو بس تدريب، انا بتوقع كمان دور الاهل كتير ضروري، يعني اكيد هو يعني هن اللي عم يزرعوا هاي العاده. تمام، وهي السلوك يعني. تمام، خلينا نحكي هلا على الاطفال، الاطفال الصغار انه اكتسبوا مثلا العادات السيئه. كثير عم نسمع مثلا اخطاء شائعه بتربايه الاطفال، يعني بيقول مثلا الواحد اذا غلط الطفل مثلا لازم مثلا يلجأوا الاهل للضرب، اذا او في مثلا عائله مثلا ثانيه مثلا بيحرموه مثلا من شيء بحبه. خلينا نحكي عن الاخطاء الشائعه بالتربيه وشو هو الشيء الصح. تمام، اهم شيء انتبه ان المشكله اللي هي ظهرت، يعني انا ما اطنشها او اتجاهلها. في هلا كمان مشان اكون عم بحكي شيء علمي اكاديمي، ما عم بحكي بشيء عامي، لا في شغلات بالحياه اللي يفترض تتجاهليها حتى مع الاطفال. مثلا طبعا. في عندك نقص زائد عند الطفل، انت مو كل وقت لازم تردي عليه، ففي اسلوب التجاهل لازم بينفع معه. بس كمان مثل ما كنا عم نقول مشكله هي مشكله متفاقمه، مثل التبول لا ارادي، مثل العدوان الزائد، هدول المشاكل هن كبيره كثير، اكيد انا لازم اوقف عندها انتبه لها. حاول دائما ناقش الطفل، هي كمان بترجع لحسب شخصيه الطفل، اذا طفل قادر انه هو يناقش ويحكي فانا اوكي بقعد بحكي انا وياه باسلوب كثير بناسب عقله ومستواه العقلي اللي هو موجود، بوصل للمشكله اللي هي موجوده. اذا ما كان هو الطفل عنده قدره على الحوار، يمكن الجا للرسم، يمكن الجا يلعب هو قدامي لحتى انا اقدر اكتشف هذا شو المشكله اللي هي موجوده فيه، لانه اطفالنا هن غير مباشرين، يعني احيانا في طفل ما بيقدر يقول لك مشكلته، ما انه قادر يوصل لك الفكره ليش هو مزعوج، بيدر لك حول المشكله كلياتها، فانت بتفهمي انه هو مزعوج مثلا من غيره من اخوه، بتفهمي انه هو مثلا بده شيء وما قدرتي تلبي له اياه، فهون نحن بنقدر نعرف. ودائما ما نرجع نكتسبه عادات السليمه، يعني انا ادرك المشكله وين محور القصه، انت لازمك هي اللعبه اللي هيك عم يصير معك كثير ضغوطات نفسيه وقف عندها. واذا ما قدرت اعمل هذا الشيء وحسيت حالي انا ما عندي كم كبير من المعلومات اللي هي لازم اتعامل معها، مو كل الاشخاص عندهم وعي ونضج كامل بامور التعامل مع الطفل، فانا اوكي مو غلط الجا لاستشير المرشد الاجتماعي، استشير احد اخصائيين لحتى هو يدلني على المشكله الصحيحه، لان ما فيني اقول طريقه لحتى انا عالج فيها حدا او حتى ارشده، لانه كل حدا له طريقه. تماما، لانه كل حاله الى علاجه، يعني في حاله كثير شديده، في حاله متوسطه، في مشكله مختلفه عن المشكله الثانيه، في عوامل. دائما بنقول نحن هي المشكله بتشبه هي المشكله، ليش ما حلتها بنفس الطريقه؟ لا، هون في عوامل مختلفه عن هون. هلا في مشكله كثير كمان الاهالي ما بينتبهوا لها، اليوم وقت الاب والام عم بيكون دائما مشاحنات بين بعضهم، كمان سبب الضيق الضغط النفسي والظروف اللي عم نمر فيها، فبيكون الاب والام مشاحنات دائما، مشاحنات وين بتمر؟ قدام الطفل. ففي اطفال حساسين كثير، فبيفكر انه هلا هلا يمكن المشاحنه تدوم لمده ساعتين، بعدين بيتصالحوا الاهل والاب والام واوكي بتمرق، بس الطفل ما بيكون بذهنه انه هن رح يتصالحوا، الطفل بصير بيتراوده انه انتهت حياته، بتدمرت اسرته، حتى بيروح عند طفل حساس رفقاته بيحكي لهم المشكله بينه، تمام بيفضح اسرار الاسره. تمام صح، نعم. فكثير مهم نحن ننتبه لهدول التصرفات والتذبذب بالعلاقه، يعني كثير هذا الشيء اسلوب كثير للاسف ما بينتبهوا له، الولد بيتجه
رد على ماما ولا رد على بابا، مين الاقوى هون، هون ولا هون، انا شو بدي، بدي مصلحتي مع هذا ولا مصلحتي مع هذا. فكثير مهم ننتبه على هاي السلوكيات. نعم. اللي عم بتمر. بالختام دكتوره قبل ما ننهي الحكي، بيقولوا انه الغذاء اذا كان خاطئ بياثر كثير على النفسيه وطريقه اكيد النوم. هلا بوقت الحظر وهلا ما عاد في مدارس، فليلنا نهار ونهارنا ليل وفي فوضى بالحياه. صح. نوعا ما هلا من جديد رجعوا فتحوا النوادي الصيفيه او الترفيهيه للاطفال، فينا ناخذهم عليها. خلينا نحكي سريعا الغذاء والعادات الخاطئه بالنوم قد ايه بتاثر على الحاله النفسيه ايضا وبتعطي ستريس. هي احد اهم العوامل اللي هي بتساعدني انه اتخلص من الضغط النفسي او خفف منه، اذا ما بدي اتخلص منه بدي خفف منه. الاسترخاء، تنظيم الوقت كثير شيء مهم، النفس العميق مثل ما قلت من شوي بيني وبين حالي، انا دائما احاول اخذ نفس عميق، مارس الرياضه. هلا في اشخاص بيقول لك انا ماني قادر مسجل بنادي، اوكي مانك قادر بس انت قادر تمارس بعض العادات الرياضيه البسيطه بالبيت. وحتى الاطفال بيقلدوك بهذا الشيء. يعني انا ما بدي احكي كثير شغلات هي بعيده عن الواقع، خلينا نكون عم نحكي عن واقعنا. فعلا في عائلات هي كانت عم تساوي، لاحظنا بالحجر كانوا عم تساوي فيديوهات وتحطها على صفحتها، ولكن كيف نحن عم نعيش يومنا بظل هي الظروف اللي نحن موجودين فيها. فنحن قادرين، بس هي اتخاذ قرار والادراك بالمشكله. اكيد. فنحاول دائما نتكيف مع الوضع وان شاء الله الامور اللي قدام بتكون خير. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله اكيد الامور حتكون خير وعلى سوريا كلها ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. والاكيد حينبنى جيل واعي وجيل كثير منيح اكيد. خلينا بنتشكرك وبنشوفك اكيد بحلقات قادمه اكيد. شكرا لك. شكرا كثير لك دكتوره خيريه، شرفتنا. شكرا لك. اهلا وسهلا فيكي.